انا محمد ايمن جودو او محمد ايمن، انا اللي فزت العام الماضي بوصل الفوتو اوك. احنا النهارده ده الموسم الجديد بتاعها عام 2016 باذن الله. انا بتمنى التوفيق ليا وكل اصدقائي هنا اللي موجودين. ما كنتش مصدق يعني، ولسه لغايه دلوقتي مهما احسبها اصلا مش مصدق برضو. يعني طبعا كان اسعد خبر سمعته في حياتي في 2015، واحلى حاجه حصلت لي تقريبا في حياتي كلها فوزي بالمسابقه. وباذن الله تشوفوا صور حلوه وهتعجبكم باذن الله. انا بشكر جدا المنظمين بتوع المسابقه، وربنا يكرمنا ان شاء الله.